وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل. سيادة النائب، بعد التحية، مرحلة جديدة تدخل لها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تكليفه لدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة، ورؤيتك لهذه المرحلة. حياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. والحقيقة احنا بنثمن اختيار السيد الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي، لانه رجل يعلم ملفات مصر جيدا، ويعلم من الفترة السابقة ايه الموضوعات المهمة، وعنده كل المعلومات التامة. فكان اختيار السيد الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي اختيار في محله. ايضا البيان اللي صدر من رئاسة الجمهورية عن خارطة الطريق اللي يسلك بيها الحكومة القادمة، النقاط المهمة منها الحفاظ على الأمن القومي، واختيار وزراء قادرين على تلبية احتياجات المرحلة القادمة اللي هي مرحلة مهمة جدا في تاريخ الحياة المصرية. لو النهاردة رئيس الوزراء مع السادة الوزراء اللي هيختارهم مشي على خارطة هذه الطريق اللي رسمها له السيد الرئيس، هنقدر نوصل للنتائج اللي احنا عايزينها من أجل المواطن المصري. النقطة المهمة كمان إن الوزراء اللي نجحوا في تحقيق والحفاظ على الأمن والأمان المصري، لولا واللي هو الأمن القومي بقى، لولا الأمن والأمان كناس بنعيش في مصر وحاسين بالأمن والأمان، مش هيبقى في أي تنمية ولا أي حاجة أبدا. كمان نقطة مهمة إن احنا عايزين الحكومة القادمة تهتم اهتمام كبير جدا بالحالة الاقتصادية، بالنجاح الاقتصادي، بزيادة الانتاج، بحل مشاكل الانتاج سواء كان زراعي أو صناعي، بالنهوض بالزراعة والصناعة في مصر لأقصى درجات النهوض، والتصدير للخارج، وسد الفجوة الاستيرادية، عشان خاطر المواطن في النهاية يقدر يشعر بأن الحكومة قدمت له حاجة، يقدر يبقى آمن على معيشته وعلى قدراته في التعليم والصحة وكل الأمور الأخرى. صحيح. أتمنى الحكومة القادمة يا فندم إنها تحقق الكلام ده، وإنها تقدر توصل للمواطن بسهولة، وإن الوزراء اللي هيتولوا الملفات يكونوا وزراء عندهم البعد السياسي مع البعد التكنوقراطي من أجل حل المشاكل اللي موجودة والنهوض بالحالة الاجتماعية للمواطن المصري، وأن يكونوا صرحاء جدا مع المواطنين، وإن هم يقولوا لهم الحقائق، عشان خاطر كلنا كمصريين بنحب بلدنا وداعمين للسيد الرئيس، وإحنا كأحزاب معاه قلبا وقالبا. أشكرك شكرا جزيلا نائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، كنت معنا عبر الهاتف.